هذا وشهد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفه جانبا من عرض مقاتلي بطوله بريف الدوليه للقتال الذي اقيم في مجمع لافنيوز مساء امس وطلع سموه على اخر التحضيرات التي تنبئ بمنافسات قويه في البطوله حيث اثنى سموه على الاستعدادات التي تؤكد تحضير جميع المقاتلين لخوض غمار هذه البطوله وستقام فعاليات منافسات النسخه التاسعه من بطوله بريف الدوليه للقتال يوم غد على صاله مدينه خليفه الرياضيه